قبل الانفجار كنت على ستمارك وعم بشتغل تقريبا 5:30 6 لربع، بسمع صوت مفرقعات. مفرقعات هيك طط 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 طط. قلت لها ستمارك اليوم في حفلة، يعني في فرح ابتهاج يعني. نزلت من على السطح انا دغري هيك بتفاجأ، في حسيت في شيء بدي يحصل يعني دخان وهيك. نزلت من على السطح دغري، ما حسيت، نزلت لتحت على باب المدخل وفعت الانفجار. غمضت عيوني انا هيك هيك وقفت الوقفه، فتحت عيوني لقيت شيء كأن عم بتقوم لقيامي. شو عم بيصير ما بعرف، ابواب عم بتطير، شبابيك، عالم عم تطلع من بيتها مفجمه. عم بقول لك طلع هيك، اتلفت انا انوهلت يعني. هون شفت جيراني هذا ايده قصصه مقصوصه بالازاز، وهيدا يعني انا انوهلت، بدي ركضت دغري. مين كان في بالبيت؟ مرتي واولادي بالبيت. مرتك ولطيفه وديانا ودي موجود. بتفاجئ لما وصلت قلت لي كان في بناتك لطيفة جود. لطيفة مشلقها على الحيط، مشلقها على الحيط ميتة، ودي ما عم بتصرخ. اجرى السقف كابس فوق المنا، نزلوا 3 طوابق على الأرض، بس دي ما السقف كان عالي عنا نتفة صغيرة، بس ما عم تقدر تطلع. ما بيروح من بالي هالمشهد أبدا، ما بيروح من بالي. لا يا بنت شلقها على الحياة ميتة. شو بدي، ركضت لأنقذ ديما، ديما السقف فوق المنا وعم تصرخ. ركضت على الشباب اللي بالحي اللي موجودين اللي التمت العالم، بدي خلص ديما. جابوا عفريت تبع السيارة، صرنا نعلي السقف، أنقذنا ديما. الله بدي عايشها لديما، أنقذناها، كان شوح طفيف. هون بعد شي ساعة تقريباً ما بعرف قد إيه، حملتها ورقدت فيها على المستشفى للطيفة، على أمل تعيش. أخذت لطيفة على المستشفى على أمل تعيش. استقبالي كتير صعب علي، كتير صعب. شفت مشهد كتير صعب، بناتي شفتهم قدام عيوني عم بيتعذبوا. أنا أستاذ مالك وقت شفت الموقف، البيت مهدم على الأرض نازل، ما كنت متوقع حدا من عائلتي يكون عايش، لأني 3 طوابق صاروا على الأرض، ما بقدر أنسى الموقف. مش ممكن حدا يعيش اللحظات اللي أنت عشتها، مش ممكن حدا يعيش الوجع يلي بيعيشه أب أو يلي عاشه أب بهذه اللحظات، لما مدينة بأكملها وقعت على أولاده، وبعد أكثر من أشهر وأشهر على وقوع هذه الجريمة بوسط بيروت، لا حدا فات على الحبس، ولا حدا تحاكم، ولا حدا تحاسب، ولا عرفنا مين المسؤولين، مين المجرمين، مين الفاسدين يلي فوتوا نترات الأمونيوم مخزنوها بمرفق العاصمة. والأنكا شركة ألمانية بتقول في حاويات تصلح للاغتيالات وتصلح لتفجير عاصمة بأكملها سمعنا فيها، والخبرية مرقت مرور الكرام مثل كأنه ما سمعنا شيء. أستاذ مالي أنا مش كامر إلا الله، بس لما تأكد خبر لطيفة بالمستشفى ورجعت تطمن على زوجتك، على بنتك ديانا، على بنتك جود، مين كان فوق الردم ومين كان تحت الردم؟ على الوجه كانت ديما طبعا. هون ديما انقذناها، في بعد 4 أشخاص تحت،
في زوجتي وفي ديانا وجود وفي مدام كلوديت، كانوا تحت تحت. إجا الدفاع المدني صاروا هيك يبحبشوا ويقدروا يشوا، طلع صوت إنه في شيء، يعني في حدا بعده طيب، يعني تم إرسال من تحت الركام إشارة حياة. في صوت، سمعوا صوته هني، أنا ما سمعت صوته، بس الدفاع المدني قال يا في بنت، في بنت طيبة عم بتصرخ. طلع صوت ديانا، أنا ما سمعت الصوت، بس إجا الدفاع المدني قال في بنت عايشة عم بتعن عم بتعطي صوت أنين. ركضوا هني هون صاروا ينبشوا بسرعة، كسروا السقف لقوا راس ديانا، لقوها عايشة، طلعوها طيبة عم بتصيح بابا بابا، يعني بس ما منا واعي. يعني في شخص من الدفاع المدني سمع صوت عنين، صوت عنين، وهيدا الصوت دلهم انه في حياة تحت الركام، تحت الركام. الفريق الدفاع المدني كله جند كرمال يشوف مين في تحت الركام، تحت الركام.